إذن احنا اليوم متواجدين بساحة جدة بالرباط اللي كتحتضن المعرض الجهوي للكتاب في الدورة التاسعة ديالو، واللي انطلقت فعاليته ابتداء من يوم الجمعة 19 أكتوبر وغادي تبقى مستمرة إن شاء الله إلى يوم الخميس 25 أكتوبر. هذه الدورة التاسعة قلت من المعرض الجهوي الكتاب اللي كتنظمه المديرية الجهوية، بحيث أن على مستوى المغرب جميع المديريات الجهوية اللي عددها 12 كلها كتنظم المعرض الجهوي الكتاب ديالها، وهذا التنظيم هذه المعارض كيندرج في إطار سياسة وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة لتقريب الكتاب من المواطنين، تشجيع الناشرين، دعم الكتاب، وتحسيس بدور وأهمية القراءة العمومية في بناء مجتمع مواطن، مجتمع فعال، مجتمع منتج، مفكر ومثقف. الإقبال على الكتب يعني على مستويات مختلفة، بحال دابا كنلقاو الكتاب والشعراء والناشرين الطبقة المثقفة، يعني هذوك دائما كاين الإقبال على الكتب، يعني بمجرد ما كيعرفوا كاين المعرض الجهوي تظاهرة ثقافية كتلقاهم حاضرين وكيقلبوا على كتب بعينها، عناوين بعينها، لأنهم كيكونوا على اطلاع. عندك عاوتاني مستوى ديال الطلبة مثلا والباحثين، حتى هما في اطار البحوث ديالهم ودراساتهم كيكونوا مثلا عندهم اون بيبليوغرافي، كيكون عندهم مجموعه ديال الكتب اللي كيشتغلوا عليها وكيبحثوا عليها، وكيجيو للمعرض الجهوي قاصدين كيقلبوا عليها. حلول خاص كلشي الجهود الضافر ديال الجميع، ماشي غير وزاره الثقافه والاتصال قطاع الثقافه هي اللي، واخا هي القطاع الوصي لانها وزاره الثقافه بالدرجه الاولى، ولكن بوحديتها ما يمكنش، ضروري الضافر الجهود مع المنتخبين، مع السلطات المحليه، مع الجمعيات الثقافية، مع وزارة التربية الوطنية، وتنأكد عليها لأن وزارة التربية الوطنية عندها واحد كما كنقول واحد البوتنسيال كبير، كاين أساتذة، كاين تلاميذ، كاين يعني واحد الورش كبير، فضروري تضافر جهودنا. والأسرة حتى هي كتلعب الدور ديالها، الأسرة ما خصهاش يتهرب من الدور ديالها، الوالدين إلا عودوا وليداتهم على القراءة راه كيكونوا إن شاء الله في المستقبل كيقراوا. المشكلة هنا هي أن هناك بعض المشاكل في ثقافتنا، في أنه تلقى مثلا عائلة أنه عندها استعداد أنها تأخذ أبنائها مثلا لمطعم للوجبات السريعة وتدفع مثلا 60 درهم في وجبة على أن يمر مثلا المكتبة ويشتري كتاب مثلا ب 60 درهم. هنا ثقافتنا لازم يعاد فيها النظر، ثقافة العائلة، ثقافة القراءة، ما عندنا ثقافة القراءة، مع الأسف ضاعت شوية، لكن بعض الآباء والوالدين كتلقاهم ما شاء الله وجاو عندنا لهنا اللي كيجيو عنه كأنهم في وليمة، وجدوا كتب اللي في المتناول وكيسألوا، وبزاف الناس اللي قالوا لنا واش عندكم كتابة، قلنا لهم لا احنا موزعين، قال يا ريت نبقاو على اتصال جيبوا لنا كتب. الحل هو نبداو مع الطفل من الصفر، فهمتي، نشجعوه ونلزمو عليه يقرا قصص، يقرا كتب اللي في المستوى ديالو، وتكون واحد المراقبه، واحد استمراريه في هذه العمليه. كيف كدير دابا وزاره الثقافه انها تقوم بنشر الكتاب عبر ارض الوطن، كل جهه كيتقام بها معرض في السنه، وهذا كيبشر بالخير. كاين معرض ديال الدار البيضاء اللي خاص بالطفل، كاين معرض مغاربي بوجده، وكاين المعرض ديال الدار البيضاء اللي هو دولي، كيجيو له ناشرين من العالم ككل. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.